الو، اتفضل. شلونك شيخ؟ الحمد لله. حضرتك معمم؟ وياك الشيخ نور طلال فاروق الشويري. ويا مين الشيخ؟ مين؟ نور طلال فاروق الشويري طلال فاروق الشيعي الشويري الشويري. الشويلي. طب اتفضل حضرتك، ايه اتفضل. انا اريد احتجز لك، اريد احتجز. تريدني ايه؟ اهتدي اهتدي. تريد تهتدي؟ نعم ما فيش مشكلة، اتفضل اهتدي، اتفضل. شكرا. شنو بدي اسوي يعني شيخ؟ اتفضل، احنا ما عندناش جديد والله. هي شهادتين، يعني الشهادتين والتبرؤ من الشرك والتبرؤ من قول بتحريف القرآن والتبرؤ اشهد ممن ان سب لا صحابة اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. بعد وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم إني أبرأ إليك من الشرك. اللهم إني أبرأ إليك من الشرك. اللهم إني أبرأ إليك من كل من قال بتحريف القرآن. اللهم إني أبرأ إليك من كل من قال بتحريف القرآن. اللهم إني أبرأ إليك من سب الصحابة وأمهات المؤمنين. اللهم إني أبرأ إليك عيب الصحابة. يا ابني أنت مفكر إن أنا محدش سامعك لان كنت قافل الصوت. ايوه يا اخوانا، انا عارف يا اخوانا، ما انا هي عند انا متاكد ان هو هيجي عند مساله الصحابه ويسب. ايوه يا اخوانا، بس انا طب انا بعمل ليه كده؟ انا بعمل ليه كده؟ لان انا لو قطعت عليه من البدايه هتلاقي اخوه يقول لك ايه، طب ما يمكن صادق، طب ما نصبر عليه للاخر، فانا بسيبه لحد ما خلاص هيبتدي يسب، اروح جاي قافل عليه عشان ابين للناس ان ده كذاب. يا ابني يعني انت لو كذبت عليا ايه يعني؟ ايه الجديد يعني؟ ايه اللي انت قدمته لدينك؟ طيب يعني انت ايه اللي قدمته لدينك؟ مفيش حاجه، والله المستعان.